توقعات برج الجوزاء، توقعات العشرية الأولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. ما تترددش في التصرف حتى لو كنت بتندم عليه بعد كده. انت قادر النهاردة انك تقع في الحب مرة تانية من النظرة الأولى، وهتبدأ قصة سريعة جدا في الزوال، وهتكون أفكارك النهاردة عبقرية جدا. هتاخد حبك النهاردة من الروتين الممل لنشاط كبير جدا. توقعات العشرية التانية مواليد 1 يونيو ل 10 يونيو. النهاردة عندك أجواء تعتبر نجمية لحظية كبيرة جدا، فأنت دايما بتخاطر بأنك توضع كتير من العاطفة في يومك ده عليك بشكل قوي. حتى لو كان كل النار عليك هتكون حريص أكتر علشان ما تحرقش أجنحتك بيها. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 يونيو ل 20 يونيو. انت بحاجة دايما علشان تعرف تعيش مشاعرك العاطفية بشكل افضل، وحتى علاقاتك النهاردة تعتبر مبهجة. هتعيش النهاردة زي الفراشات، في عندك شعور كبير جدا بانك تستخدم سحرك. سحرك النهاردة هيبقى ممتاز، لكن بحذرك من شوية حاجات هتبقى في طريقك، هتكون سطحية جدا في الفترة دي.